طبعا في قنبلة حصلت على السوشيال ميديا امبارح، وهو الإعلان اللي عمله كلوب لرحيله بشكل رسمي من ليفربول الموسم القادم. هيفضل معاهم آخر الموسم ده، هيخلص بعد كده هو هيسيب فريق ليفربول ومش هيمرن في أي حتة تانية ليها علاقة بالمنطقة اللي هو فيها في لندن يعني، أو في إنجلترا عموما. حقيقي أنا من الناس اللي اتصدم يعني، أنا وأنا بشوف الأناونسمنت وأنا بشوفه هو قاعد وأنا بشوفه هو بيتكلم، الكلام اللي هو بيقوله بياخدني في حتة تانية خالص، غير إن هو ده المدرب اللي صلاح بيحبه واللي هو بيحب صلاح واللي هو بيبقى عنصر أساسي في تشجيع صلاح في الملعب. ما فكرتش في ده الأول، فكرت في الكلام اللي هو بيقوله. هذا الرجل لو احنا بصينا عليه كده هنقول ان هو بيمرن واحد من اقوى الفرق اللي موجودة في العالم، معاه في فريقه نجوم واسامي من اقوى اللعيبة اللي موجودة في العالم. مش هقول لكم هو اكيد بياخد مرتب خزعبلي في مش هقول شهر عشان شكلي ما بقاش جاهل، لكن هقول في العقد بتاعه. اي حد فينا هو بيشوف كلوب كده من بره هيقول الراجل ده عبيط، ده بيتكلم بجد؟ هو بيقول انا هسيب حاسس ان انا مش بستمتع بحياه طبيعيه، وانه مش عايز السن يكبر بطريقه ما تخليهوش يستمتع بحياته العاديه. يعني الكلمه دي في حد ذاتها ليها معاني كتير جدا. اذا كلوب النهارده هو انسان عادي جدا قرر ان هو يطلع لجمهوره يقول له انا تعبت، انا قررت اني اخد فتره راحه، انا قررت ان انا امشي. الجميل في كده ان هو انا اعتقد ان هو بيعملها وهو مش بيوضب لنفسه انه ينتقل لمكان اخر، لا ده مش موضب اصلا ان هو كان يطلع يقول لنا الكلام ده غير من اسبوعين فقط لما حس انه اتس اباوت تايم، ده الوقت المناسب اللي انا هطلع اكلم فيه الجمهور لان مش هينفع استنى اكتر من كده. لما تيجوا تبصوا على الراجل ده وتقولوا يعني كلوب رايح يسيب المجد والشهره والفلوس عشان خاطر راحته النفسيه، اقول لك بس مين كام واحد فينا يقدر يعمل زي ما كلوب عمل؟ مين او كام واحد يقدر في وقت مش معلوم مش محدد الجهة اللي رايحها مقرر انه يطلع بعد اخر الموسم من هنا للبيت علشان يعيش حياة طبيعية؟ انا بصراحة بفكر هي ايه الحياة الطبيعية اللي كلوب بيدور عليها؟ ليه؟ لان بجد انا حبيت الراجل ده اضعاف اضعافه. الراجل ده عمل سبوت علينا من غير ما احنا ناخد بالنا. يا جماعة احنا معظمنا مش عايش الحياة الطبيعية، احنا معظمنا عايش الحياة اللي مفروضة علينا ناكل ونشرب وننام ونروح الشغل عشان نجيب مصاريفنا، عشان نصحى ناكل نشرب وننام ونجيب مصاريفنا ونروح الشغل، الدايرة اللي احنا عايشين فيها. الراجل ده مرة واحدة راح ضارب نور في نص الطريق، خلى كل الناس اللي ماشيين بصوا كده ايه ده، دي حقيقة. هذا الرجل حب نفسه بقدر ان هو حس انه محتاج يعيش حياة طبيعية، حس في وقت من الاوقات على حسب ما هو بيحكي ان هو مش قادر يكمل. جه وصل لمرحلة ان هو بيقول انا وهم بيقولوا لي على السيزن اللي هو مش ده اللي هو ما فيه دلوقتي، هو بيتكلم في السنه اللي فاتت قبل ما يخش السيزن ده، بيقول ان هما بيكلموني على السيزن اللي احنا كنا لسه هنخشه اللي هو ده، ابتديت احس اسال نفسي، ابتديت انسى خالص هما بيقولوا ايه، ابتديت اسال انا نفسي هو انا لسه هعمل ده تاني وتاني وتاني وتاني؟ ابتديت احس ان دماغي مش بتفكر في مين الفريق، مين هنمضي مع مين، ايه فترة التدريب هتبقى فين، التحضير هيبقى فين، ابتدى يفكر في نفسه لان هو حس ان هو مش قادر. انا بعتقد ان مش كتير مننا يقدر يعمل اللي كلوب عمله، مش كتير، لا لا لا
مستحيل، ما عندناش الجرأة دي، ما عندناش. وما تقولوليش لان الراجل ده مأمن نفسه وعامل فلوس فهو مش قلقان على انه هياكل ويشرب منين، لا دي مش شخصية الشخص ده. الشخص ده خلانا نبص نقول احنا عايشين الحياة العادية، احنا مبسوطين في حياتنا ولا لا، اللي احنا بنعمله ده احنا حابينه ولا لا، لان دي أسئلة مهمة جدا تستحق ان احنا نسألها علشان نفضل مكملين في الدنيا اللي احنا ماشيين فيها. انا مش هتكلم كتير في موضوع كلاب الا لما نفكر ممكن مع دكتور نبيل القط نعمل حلقة سريعة.